كيف تصنعين قائدا؟ الحقيقة لازم أعرف الأول صفات القائد الأول علشان خاطر أقدر أن أنا أطبق ده مع أولادي. أولا القائد بيكون عنده جرأة وجرأة بالضم وبالفتح. حد عارف إيه الفرق ما بينهم؟ أنا أقوله. الجرأة بالضم هي الطاقة، لكن الجرأة هي إدارة الطاقة دي بتنفيذ السلوك بالفتح. يعني الجرأة تعبير دائم عن الجرأة. نرجع لمرجعنا، أولا الجرأة أو الجرأة والشجاعة، وده هيجي إمتى؟ لما تتعاملي معاه بالرأي والنقاش والمشورة زي النبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بيه بقى في تربية أولادنا. إن إحنا نقلل من الانتقاد الدائم، ودي للأسف حاجة بنقع فيها إحنا كل الأمهات، حتى أنا نفسي، يعني طول ما احنا قاعدين بنوجه وعايزين كل حاجة بيرفكت، بس ده للأسف غلط جدا وبيسيب أثر سيء في نفس الطفل. لازم تسمعيله كويس جدا، تعملي كده وقت مخصص كل يوم تسمعي فيه أولادك، مشاكلهم، أفكارهم. لازم تقبلي إن هو يراجعك. يعني عندنا مثلا حفصة بنت عمر بن الخطاب رجعته وقالت له: أو تتدخل بين الرجل وزوجته يا أبتي؟ ما قالهاش أنت بتقولي إيه، قال أدبتني حفصة. يعني لازم أخد برأيهم، ولازم أأسسهم على إن هم مهمين، عندهم رأي، عندهم كلمة. أقبل إن ولادي يراجعوني في أمر ما، لما يناقشوني في شيء أنا بعمله، وخاصة لو في أمر من أمور الدين لازم أسمع وأناقش وأصحح المعلومة وأرد عليهم. وكمان إحنا كأمهات وكأبهات عندنا أخطأنا، لازم أفهم أولادي إن كل إنسان، كل بني آدم عنده خطأه، أخد من كل بني آدم اللي يناسبني حتى لو أمي أو أبويا. كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين. ما كبرش، لازم أحترم رأي الصغير قبل الكبير. أبقى حريصة إن أنا بنشئ رجل، رب أسرة، رب جيش، مش إمعة. السيدة فاطمة كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام فقبلها بين عينيها وأقعدها مجلسه. ما قالهاش أنت إيه اللي مدخلك علينا وأنا قاعد مع ناس وأنا مش فاضي، ما قالش كده خالص ولا قلل منها، بالعكس ده بيثني عليها ويخلي الكل يحترمها. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي الشباب الأصغر سنا في غزوة أحد، لم يأخذ برأي المشايخ وكبار العرب لما كانوا مختلفين إن كانوا يخرجوا ليقابلوا قريش ولا يستنوا قريش تدخل لهم. لازم أزرع في ولادي إن ليهم رأي وصوت مسموع، وإن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أنا بربي قائد، ومن صفات القائد دي كمان حاجة مهمة بقى قوي بنقع فيها، هي عدم إفشاء الأسرار. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر إن إفشاء الأسرار من الكذب، فقال: إن من الكذب أن تنطق بكل ما تسمع. وفي رواية إن من الخطأ، يعني في روايتين اعتبرها جزء من الكذب، إن أنا كل حاجة أسمعها أقولها، ما تسألتش ما تقولش. عدم نقل الكلام ده شيء مهم جدا، بيخرب بيوت. كمان من صفات القائد إنه يراعي من حوله ويعتني بهم ويقدرهم، وخير مثال على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان دوما يراعي من حوله ويبشرهم ويطمئنهم. كمان لازم يتحلى القائد بالصبر والحلم والحكمة